دلوقتي ان شاء الله ابنائي وبنات الصف الثاني الثانوي هنكمل الجزء الخاص بالدرس بتاعنا، وهو دور الدولة المملوكية. دولة المماليك كان لها دور كبير جدا 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 في حماية مش بس مصر، العالم الإسلامي والعالم كله من خطر المغول. كيف قامت هذه الدولة؟ على يد مين؟ مين يفكرني؟ برافو عليك يا عز الدين أيبك، لما تزوج من الملكة السلطانة شجرة الدرب. دولة المماليك استأنفت بعصريها، المماليك البحرية والمماليك البرجية استأنفوا الجهاد للمحافظة على مصر والمشرق الإسلامي من أخطار المغول وخطر الصليبيين. واحد يسألني الفرق ما بين المماليك البحرية، هم المماليك اللي كان بيستعين بهم السلطان الصالح نجم الدين أيوب، وكان مقرهم قلعة جزيرة الروضة. والمماليك البرجية هم المماليك اللي كان بيستعين بهم السلطان المنصور قلوون، ومقرهم أبراج قلعة جبل. دولة المماليك بدأت توفر كل إمكانياتها المادية والبشرية من أجل وقف هجمات المغول. لما تولى عز الدين أيبك الحكم بدأت الدولة الأيوبية، ولكن مش هستمر في الحكم فترة طويلة. مات عز الدين أيبك أو قتل بمعنى أصح، وابنه بدأ يتولى هو حكم دولة المماليك. ابنه كان صغير في السن اسمه المنصور علي، ولكن ما كانش يقدر ان هو يواجه خطر كبير جدا جدا جدا. لم يستطع العديد من الامراء والسلاطين والملوك الوقوف ضده، وهو خطر المغول والقبائل الهمجيه اللي جايه من شمال الصين في قاره اسيا، وهجموا على بلاد المسلمين الواحده تلو الاخرى واسقطوها حتى وصلوا الى بغداد ودمروا العاصمه بغداد وقتلوا الخليفه العباسي المستعصم. ولم يرحموا شيخ ولا طفل ولا امرأة ولا لهم ملة ولا دين، كانوا يقتلون وفقط ويطلبوا استسلام الناس ثم يقتلونهم. فما كانش لغير هذه المهمة سوى الأمير سيف الدين قطز. كان أتابك ليه، يعني كان قائد الجيش وكان نائب للسلطنة، أو بمعنى صح زي وصي عليه. فاضطر طبعا سيف الدين قطز ان هو يعزل المنصور علي بن ايبك اللي كان صغير على الحكم في ذلك التوقيت، واعلن سيف الدين قطز هو سلطان على مصر من اجل اعداد كافه الجهود الماديه والبشريه والعسكريه لمواجهه هذا الخطر الزاحف على بلاد المسلمين وبلاد الشرق كلها. الجيش المغولي كان بقياده هولاكو أضرم النيران في بغداد وقتل من قتل ونهب اللي نهبه، واستولى على حلب ثم دمشق، وبدأ يستعد للزحف نحو مصر، وبدأ يرسل رسالة فيها تهديد ووعيد، بيهدد هولاكو لسيف الدين قطز، بيهدده يقول له اتعظوا بغيركم، يعني يقصد اللي حصل في الشام وفي العراق. بيقول له كمان وأسلموا أمركم قبل أن ينكشف الغطاء فتندموا ويعود عليكم الخطأ. يعني يا قطز استسلم، وإلا الناس اللي موجودة في البلد دي لو اتقتلت هتكون ذنبهم في رقبتك أنت. طبعا دي كانت حرب نفسية، لما سألني سؤال زي كده في الامتحان ده نوع من أنواع الحرب النفسية. الحرب النفسية إن العدو يبدأ يقهرك نفسيا أنت الأول، وتبدأ تقلق جدا وتخاف، وتبدأ تنسج خيوط من القوة الزائفة نحو هذا العدو. محدش يقدر ينكر قوة المغول وعددهم، ولكن ممكن حد يتصدى لهم، هم أقوياء وأشداء وكل شيء، ولكن قطز كان ليهم بالمرصاد. بدأ مباشرة يجتمع مع أمراء المماليك علماء وأيضا علماء الدين في مصر عشان يشوف هيبدأ يعمل إيه في هذا الخطر العظيم، وبدأ يوعيهم ويرفع من روحهم المعنوية لمواجهة المغول مهما كلف مصر من تضحيات.
مفيش مشكلة ان احنا نضحي بأي حاجة، بأي غالي، بأي عزيز من اجل وقف هذه الجيوش الهمجية. وبدأ بالفعل العلماء يطلعوا على المنابر ويأمروا الناس بالخروج والجهاد والدفاع عن البلاد. وكان سلطان العلماء في التوقيت ده كان اسمه الشيخ العز بن عبد السلام، وقطز أخذ برأيه في أمر جمع الأموال. ولكن عز بن عبد السلام قال له الأول قبل ما نجمع تبرعات أو أموال من الناس لابد أن يكون الأمراء والأثرياء هم أول المتبرعين وأول المجاهدين بأموالهم من أجل إعداد جيش قوي. وبالفعل أمراء المماليك بدأوا يخرجوا العديد من الأموال والذهب من أجل إعداد جيش قوي. وبالفعل بدأ يلتحق بالجيش المصري في التوقيت ده كل من هو قادر على حمل السلاح. والشعب المصري نتيجة القيادة الواعية متمثلة في قطز ومتمثلة في القيادة الدينية في الشيخ العز بن عبد السلام قدروا يعدوا الحرب النفسية. أنا عايزك تتخيل معايا إن واحد من المغول، وده ذكر في بعض المصادر والكتب التاريخية، إن هم استطاعوا إن يبثوا الخوف والقلق والرعب في نفوس المسلمين. كان ممكن واحد من المغول يقول واحد من المسلمين أقف هنا خليك مكانك عقبال ما أروح أجيب السلاح وأجي أقتلك، كان يفضل للأسف العربي المسلم واقف مستني العدو يجي يقتله. وحصل الكلام ده، مش أنا اللي بقوله، ولكن بعض الكتب والمصادر التاريخية زي يعني عصرت الأحداث وشافتها، والكلام ده اتنقل لينا عبر الكتب والمصادر الموثقة. أنا متخيل إزاي حالة الهلع والرعب والفزع اللي كانت عند المسلمين اللي هم بدأوا بنفسهم يقولوا كلام مش موجود أصلا في المغول. ودي نقطة خلي بالك منها، إن مهما كان عدوك إيه ما تديلوش حجم أكبر من حجمه، لا إفراط ولا تفريط، لا تحجم يعني لا تذكر عنه ان هو اشياء مش موجوده فيه ولا تقلل منه مهما كان. بالفعل نرجع لدرسنا ونلاقي ان الشعب المصري وجيشه العظيم قدر يعدي فتره الاختبار والامتحان اللي كان بيعمله هولاكو كلي المصريين عشان يلتقي الجيشان في معركه هي واحده من اعظم المعارك على مر التاريخ للجيش المصري، وهي معركه عين جالوت. المعركة كانت يوم الجمعة 26 رمضان 658 هجريا 3 سبتمبر 1260. واحد يقول لي أنا أحفظ تواريخ؟ يا ابني يا حبيبي أنت كده كده أصلا الكتاب معاك، مش محتاج تحفظ تواريخ. قطز خرج من مصر على رأس جيش قوي وكبير، وبدأ يتفق مع بعض الصليبيين إن هو يجتاز بعض المناطق الخاصة بيهم أو المدن على ساحل بلاد الشام، و ان هم يكونوا على الحياد. ودي نقطة مهمة، ان انت عندك عدوين، مش من الذكاء انت تحارب عدوين وتفتح على نفسك جبهتين في وقت واحد. انا عندي عدوين اشدهم خطر هو المغول، اقلهم شوية هم الصليبيين، واحنا جربنا الصليبيين قبل كده وحاربناهم وانتصرنا عليهم. بس هم الصليبيين موجودين على ساحل بلاد الشام والمغول موجودين في الداخل. طب انا مش هينفع اقابل المغول مباشرة، انا لازم ان انا اعدي من على الساحل عشان افاجئ المغول. فبدا صلاح الدين بدا سيف الدين قطز ان هو يعمل زي هدنه مع الصليبيين، والتزموا بالحياد، واتجه سيف الدين قطز الى منطقه عين جالوت عشان تدور المعركه. والتقى الجمعان بالفعل الجيش المغولي بقياده كتبغه، ولكن ما كانش موجود، حصل امور ما في منغوليا بلد المغول، فساب القيادة للجيش لكتبغا وسيف الدين قطز قائد المسلمين. في بادئ الأمر حصل اضطراب في صفوف المسلمين، وهنا يجي الدفعة المعنوية كبيرة جدا للقائد اللي أخذ على نفسه إعادة الأمور إلى نصابها مرة أخرى، وألقى خوذته على الأرض وصرخ بأعلى صوته في المسلمين وقال اللهم انصر عبدك الفاني قطز، وقال وإسلاما وإسلاما. يعني يقصد بها ايه وإسلاماني؟ مصر اخر حصن لحصون المسلمين، اذا سقطت مصر سقطت الدولة الاسلامية والعالم الاسلامي كله. هو في ايه بعد ما الخليفة العباسي اتقتل خليفة المسلمين
ومصر بتحكم الشام والحجاز. الشام اتاخدت، فضلتش غير مصر والحجاز. اذا سقطت مصر سقطت الحجاز، اذا سقطت مصر سقطت مكة والمدينة. ولكن كلمة وإسلاماء اللي قالها قطز كانت بمثابة الكلمة السر اللي بدأت تعيد المسلمين إلى قلب المعركة مرة أخرى، وبدأ هو بنفسه يقود الهجوم على صفوف العدو. التفت حول القوات المصرية وبدأوا يشتدوا في حملتهم على المغول، اللي حسوا إن مش هم دول اللي كانوا بيحاربوهم من شوية، دول ناس غير الناس، لا هم الناس. ولكن لما تنبعث فيهم روح الجهاد والقتال والاستشهاد في سبيل الله، وبدأ المغول يتكبدوا الكثير من الخسائر الفادحة، وقتل معظم جيشهم، والقائد بتاعهم كتبغة نفسه اتقتل في المعركة، وبدأ يهرب الباقي. دي طبعا خريطة موقعة عين جالوت، وده جيش المغول، وهنا كان قطز خارج على المدن الساحلية اللي عمل زي اتفاق مع الصليبيين وفاجئ المغول في هذا المكان. من النتائج المترتبة على معركة عين جالوت، هزم المغول هزيمة ساحقة، مش بس هزيمة يعني من الآخر كده، يعني قضينا على جزء كبير جدا 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 من جيش المغول اللي كانوا معتبرين نفسهم جيش لا يقهر. بس الجيش المصري رد اعتبار المسلمين كلهم، وتم رفع الروح المعنوية للمسلمين ورد اعتبار الشرق الإسلامي كله، خاصة بعد ما سقطت مدينة بغداد عاصمة الخلافة. مصر أصبحت هي والشام دولة واحدة تحت حكم المماليك. مصر أنقذت العالم الإسلامي، مش بس العالم الإسلامي، للحضارة الإنسانية كلها من خطر المغول اللي كانوا عناصر مخربة ومدمرة. بعد مقتل السلطان أو الملك السلطان قطز، كانت في بعض يعني وقع في مؤامرة قتل على إثرها، فالأمراء المماليك اختاروا القائد العظيم الظاهر بيبرس اللي كان له دور كبير جدا 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 في القضاء على جيش لويس التاسع في الحملة الصليبية السابعة. بدأوا يختاروه كسلطان جديد وقائد عليهم عشان يستكمل دور عظيم جدا ضد الصليبيين وضد المغول. وبدأ بالفعل يخرج بجيش قوي جدا، واسترد إمارة أنطاكيا، وبدأ يمهد للاستيلاء على مدينة طرابلس. المغول حاولوا ان هم ياخدوا بترهم مرة تانية بعد معركة عين جالوت بقيادة أبغة أو أبغة، وحاولوا يزحفوا على بعض المناطق، ولكن السلطان الظاهر بيبرس كان لهم بالمرصاد وهزمهم بعد ما هم اتحالفوا مع بعض السلاطين السلاجقة الأتراك، ولكن كان الظاهر بيبرس لهم بيه المرصاد. نيجي لجزئية تانية ودور مهم من أدوار السلاطين المماليك، وهو السلطان منصور ابن قلبون اللي بدأ يواصل حركة الجهاد ضد الصليبين وضد المغول. استولى على حصن اسمه حصن المرقب 1285، استولى على طرابلس وبدأ يمهد للاستيلاء على مدينة عكا. ده في الجزء الخاص بالصليبيين. أما الجزء الخاص بالمغول، قائد أبغى اللي حاول ينتصر لجيشه مرة تانية، خرج سنة 1281 على بعدما تحالف مع الملك ليو الثالث ملك أرمينية، ولكن السلطان منصور قلبون استطاع ان هو ينتصر عليهم في معركة حمص. أما السلطان الأشرف خليل ابن قلبون فحاصر مدينة عكا. عكا واحدة من المدن الصليبية اللي كانت لسه موجودة تحت إيد الصليبيين، استولى عليها 1291. خلي بالك كده، الدولة المملوكية بتعمل إيه؟ بتصد خطر الصليبيين، وبتقوم أيضا بتصفية الوجود الصليبي. يعني إيه تصفية؟ يعني بتتخلص منهم واحدة أو مدينة تلو الأخرى لغاية ما تردهم تماما بالبلاد الشام. وفعلا الصليبيين بدأوا يهربوا،
وروحوا قبرص وعملوا من قبرص ملجأ ليهم، هيبدأوا يناوشوا المسلمين ويحاربوا المسلمين في أكتر من موقع لغاية ما يتم القضاء عليهم تماما. أما السلطان الناصر محمد ابن قلاوون بدأ يقود جيش مصر في معركة كبيرة جدا 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 اسمها معركة مرج الصفر، أو معركة مرج الصفر عام 1302 ميلاديا. انتصر على المغول وبدأ يعقد صلح معاهم بعد ما هم طلبوا بنفسهم عشان ما يكونش ليهم بعد كده أي تأثير قوي على المسلمين. أما السلطان الأشرف الأرسبي ففي عهده بدأ الصليبيين يتخذوا من مدينة أو من جزيرة قبرص مركز للإغارة على السواحل العربية وخاصة مصر، قلب العالم الإسلامي النابض وقلب العروبة. فبدأوا يهاجموا مدينة اسكندرية 1365 ميلاديا 766 هجريا وقت صلاة الجمعة. فطبعا أمر يثير حفيظة المسلمين إن أثناء الصلاة يحصل هدم وتدمير للبيوت وقتل ونهب للأسواق، اعتدوا على النساء والأطفال، والأعمال دي كلها أثارت طبعا غضب السلطان الأشرف الأرسبي. فبدأ يرسل بنفسه لقبرص عدة حملات بحرية. الجيش المصري وصل لقبرص، هزم ملك قبرص كان اسمه جانوس، وجابوا معاه أسير جبناه من دماغه كده، واتأثر هو ومئات من الجنود اللي معاه علشان يوصلوا مصر، يتنقلوا إلى مصر ويتزف بقى زفة يعني محترمة جدا 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 في شوارع القاهرة علشان ما يجرؤش أي واحد من الصليبيين في قبرص ولا غيرها إن هو يحاول إن يجرؤ إن يقتحم شبر من أرض مصر، أو إن هو يعتدي على المسلمين وهم بيصلوا. السلطان الأشرف الأرسبي رفض إن هو يطلق سراح ملك قبرص إلا بعد أن دفع جزء أو دفع فدية كبيرة جدا 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 من المال. وظلت جزيرة قبرص لفترة طويلة تدفع الجزية. هنعرف الجزية هي إيه وتعريفها إيه ومين بيدفعها في درس جاي إن شاء الله. دفعوا الجزية لفترة طويلة لدولة المماليك لغاية ما سقطت المماليك 1517 على يد العثمانيين، وبكده تكون الدولة المملوكية صدت خطر كبير جدا 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 على المسلمين والعالم كله، خطر المغول وطبعا الخطر الصليبي على المشرق الإسلامي. وبكده نكون انتهينا من هذا الجزء من الدرس. هسيبكم بقى مع بعض الصور توضح جزء من المباني المعمارية العظيمة اللي كانت في عصر الدولة الأيوبية وعصر الدولة المملوكية. دي طبعا قلعة صلاح الدين، المدرسة الصلاحية بالقدس، مسجد ومدرسة السلطان القلاوون، جامع السلطان حسن القاهرة، قلعة قلات بي في مدينة الإسكندرية. وبكده نكون انتهينا الجزء ده من الدرس. نحل طبعا الأسئلة من الكتاب وإن شاء الله موفقين. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.